لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. عصير المانجو او المانجا الطبيعي بإضافة السكر. ويجب الانتباه لان السعرات الحرارية الموجودة فيه عالية. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في عصير المانجو او المانجا الطبيعي بإضافة السكر: للمئة جرام السعرات الحرارية 58 سعر حراري، بروتين 2.2 جرام، كربوهيدرات 15.16 جرام، دهون 11.1 جرام. كوب عصير مانجو او مانجا بإضافة السكر وزنه 230 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق. القيمة الغذائية في عصير المانجو او المانجا الطبيعي بإضافة السكر: لكوب بوزن 230 جرام السعرات الحرارية 133 سعر حراري، بروتين 46.1 جرام، كربوهيدرات 34.9 جرام، دهون 25.1 جرام. القيمة الغذائية في عصير المانجو او المانجا الطبيعي بإضافة السكر: لنص كوب وزن 115 جرام السعرات الحرارية 66 سعر حراري، بروتين 23.1 جرام، كربوهيدرات 17.5 جرام، دهون 12.1 جرام. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وتضغطوا على علامة الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله على القناة. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات. وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.